الحر ده؟ انت على طول متضايقه، عمرك ما بتبقي مبسوطه. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين نسال على الدايفنج كورسز اللي عنده. بالنسبه لحضراتكم الصغيرين؟ لا الصغيرين لا لا انا لا. اوكي هي لا. جربوا قبل كده؟ ابني جرب في مرسى علم اظن من سنتين صح؟ لا ثلاثه. طيب احنا نملى الفورمز دي ونشوف. تحب تبتدوا امتى؟ صلاح رايك ايه؟ من بكره الصبح على طول. اوكي. انتوا محتاجين تشونيز السيف ده؟ في الحقيقه الموضوع ده مش معايا، مع اخويا الكبير سيف، هو زمانه جاي يعني، عقبال ما نملى الفورمز هتلاقوه جاي. وانا مش قلت مليون مره؟ اه هو ده. سيف المدام بتسال على ترينيز وعايزين يحجزوا كورس البيجنرز، انا هطلع اشوف سمارة. تعالى بقى. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاكي قبل كده من يومين في الحفله صح؟ انتي اهاله. اه انتي جايه هنا ليه؟ جايه تختصي؟ لا اهاله مراتي. طيب المهم احنا جايين كنا بنسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم، وبعدين عرفنا ان انتوا كمان عايزين ترينيز. مش بالظبط، احنا محتاجين حد يشتغل، الشغل الصيد ده تقيل قوي. انا ممكن اساعد، في طلوع على المركب صح؟ داخل سخن انت. في طلوع على المركب بس مش في الاول، يعني محتاج تتمرن شويه الاول عشان ما تغلوش على الناس اللي في المركب. بتعرف تعوم؟ اه بعرف. لا مش قوي. طيب احنا ممكن نجربك يومين تمام؟ طيب هنفكر وبعدين نرجع لكم. عمر هتفكر في ايه؟ المكان عارفينه وشكله كويس، وبعدين اول مره احس ان صلاح متحمس لحاجه. طيب ماشي نجرب يومين بس. حلو قوي. شوف بقى بطل البدل اللي هناك دي، عاوزك تاخدها بره الحسن. يلا همك. وانت بقى اسمك ايه؟ روتي. هنا. هنا ايه العلاوه دي؟ سيف انا لازم امشي. ليه مش فاضلك ساعه شفت؟ لا ما رحاب عايزه تروح بدري فلازم اروح. طمنينا لما توصلي. فرصه سعيده. مش مرتاح يا مها ان احنا سيبنا صلاح، ما العيال دي شكلها مش تمام. بص لو على اول واحد اوكي موافقك، بس سيف شكله ديسنت، وبعدين حسيت ان صلاح ارتاح له. مش عارف. ما تقلقش كله هيبقى كويس. انت بقى اللي هتجيب صلاح، لاني معزومه عند دولة مع ماما. لا معزومه ايه؟ انا لازم انزل اتمشى في البلد. اشمعنى المره دي؟ مش فاهم. بعمل ريسيرش عشان الروايه، مش قلت لك الروايه عن الغردقه. انا ممكن انزل اجيبه على فكره. احلى بنت في البحر الاحمر كله. اكشلي في مصر كلها. ايه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. بعتيلي مسج قولي انكم وصلتوا. اوكي والتاكسي. ثانك يو. اوبا اوبا اوبا. باي باي. باي باي. لما شفتها تاني في السنتر كنت ابتديت افهم حاجة. انا محتاج هالة بغض النظر عن كل الظروف. لو معرفتش قصتنا هتروح فين مفيش حاجة اعرف احكيها، وانا لو محكيتش اموت. كم فرد؟ انا بس. شكلك كده مش جاي تاكل صح؟ باين عليا مش جعان. طيب اشرب حاجة. على فكرة أنا هخلص شفت الساعة 5. أقول لك هرجع بعد شوية. لا أتمشى شوية وبعدين أعدي على المكتبة. اسمح لي يا فندم، ده وضع غريب جدا. هو إيه ده اللي غريب يا أستاذ عمر؟ الحكاية دي يا فندم يعني. اسمح لي اسال سيادتك سؤال. اتفضل. اشكرك. ليه النيابه شغله نفسها باللي اسمه حسن ده وبقضيته؟ يا فندم؟ واحد مجرم يعني مدمن. اكيد النيابه عندها حاجات اهم من كده تشغل نفسها بيها. عارف سيادتك انه حاول ينتحر في مصحه لعلاج الادمان. ده واضح ان انت بتابعه من زمان يا استاذ عمر. طب بس سيادتك قول لي ايه مصدر الشبهات في الحكايه دي؟ ليه في اعتقاد انها جريمه قتل مش حادثه؟ طيب طبعا انت عارف ان مفيش اي الزام علينا ان احنا نشرح لك الموقف او نقول لك معلومات ممكن تضر بسر التحقيق. مفهوم مفهوم طبعا يا فندم. احنا في الاول فعلا كنا معتبرينها قضيه قتل خطا،
بس لما فحصنا الجثة طلع لنا شواهد تانية بتأكد إن الموضوع أكبر من كده بكتير. شواهد؟ شواهد زي إيه يا فندم؟ حسن كان على رقبته آثار خنق، ووشه وصدره عليهم جروح. ثانية واحدة يا فندم من فضلك، اسمعني ما عنديش وقت، استهرمك نية، يعني زي ما تقول إيه الجيش افترس الأعداء، بحنا إيه تم تشبيه الجيش بالأسود، مش كده؟ بس الأسود محذوف اللي هو المشبه بيه، خلاص؟ طيب يا حبيبي مع السلامة. المواصفة يا فندم. ابنك؟ صلاح. ربنا يخليه لك. يلا نكمل؟ عمر عامل ايه؟ زمانه كبر دلوقتي صح؟ حبيبي بقى عنده 8 سنين، بس من ساعة ما رجعوا على القاهرة بقيت أشوفه بصعوبة. أيوة بس القعدة هنا هتبقى صعبة لوحدك، مش بتفكري تنقلي هناك؟ والله ابني بيتحايل عليا، بس لا ما أقدرش، في السن ده صعب الواحد يغير عيشته وحياته. الحضانة اللي كنت بشتغل فيها اول ما اتخرجت، ست جميلة قوي. انت بتشتغلي مدرسة؟ لا، اخصائية اجتماعية. امال ايه حكاية المطر؟ دي قصة طويلة قوي. انت بتحبي نعمل ايه؟ اول حاجة هنروح نشتري لك قميص ولا نكمل اليوم كده؟ يلا تشوفيه. قولي بقى. بصي لي دي. لا طيب، ولا دي؟ دي لو سمحتي. ايوه. في مرايه هنا؟ اه يا فندم، جوه في البروف. تمام. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه؟ عمر مالها؟ إيه شكلك عامل زي السياح. طب ما انا سايح جاي من القاهره، ليه لايق على البرنيطه حتى؟ لو سمحتوا يا جماعه، ما ينفعش اكتر من شخص في نفس البروفا. انا قلت لك ما ينفعش. خد ده وسيب اللي في ايدك يا دكتور، لايق عليك. شكرا على الشاي. لايق عليك.